السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أجمل ما قد يبادر به المرء المرأة وخاصة المسلم المسلمة التسليم، فإننا وحين نسلم على بعضنا نبسط مساحة من الأمان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإننا أيضا حين نسلم على بعضنا أو حين نسلم عليكم مشاهدينا الكرام، فإننا نرقى بذواتنا وإياكم إلى درجات من الاطمئنان والأمان والمودة. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإننا كذلك حين نسلم على بعضنا نستدل بقائدنا ودليلنا محمد صلى الله عليه وسلم حين دلنا على إفشاء السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا المشاهدين، ضحى هو برنامج يأتيكم عبر قناة القرآن الكريم خامسة التلفزيون الجزائري، فأهلا وسهلا بكم. الصبيحة إذن هي من أجمل فترات اليوم، لأن الإنسان فيها يكون في كامل قواه العقلية والذهنية وكامل أيضا قواه الجسدية. وإننا محظوظون لأننا نلقاكم في الصباح، فأهلا وسهلا بكم. إذن الله سبحانه عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، ومن أحسن ما خلق في الإنسان هو لسان وقلب، لسان ذاكر وقلب شاكر. ومن أحسن الأشياء التي قد نقيم بها أو نصقل بها لساننا وقلبنا الذكر الجميل. إذن أذكار الصباح أعزائنا المشاهدين، فأهلا وسهلا بكم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أهلا وسهلا بكم. هو الذي خلق لنا ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن. الله سبحانه عز وجل خلق لنا الأرض والسماء والشمس والقمر والليل والنهار، وكذلك خلق السحاب والرياح، كل هذه الأشياء وضعها بمقدار. ويجب على الإنسان أن يتعامل مع هذه الأشياء أو التي خلقها سبحانه عز وجل بحذر. ننبهكم للأحوال الجوية السائدة لهذا النهار. أهلا وسهلا بكم. تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، أينما كنتم.
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. رواه البخاري. هل يتقبل من الله عز وجل كل الأعمال الصالحات؟ اليوم جمعة وهو يوم مبارك يحبه الله ويحبه المسلمون، ونسعى جميعا للإكثار من الأعمال الصالحات، قراءة القرآن، الصلاة، وأيضا العبادات والأعمال التي تقربنا من الله سبحانه عز وجل. فتقبل الله منا ومنكم كل الأعمال الصالحات. بعد هذا أعزائي المشاهدين، نذهب إلى شريحة الأطفال ونقدم لهم رسوما متحركة تتحدث أيضا عن حياة محمد وغزوات الرسول عليه الصلاة والسلام، فمرحبا بكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في الحقيقة وصلنا ضمن فقرات برنامج ضحى إلى فقرة أحبها أنا شخصيا وأحب تتبعها كثيرا، فقرة بلابل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. إذن معاذ وزكريا، ما عساي أن أقول إلا اللهم اجعلهم يصدحون في الجنة كما هم يصدحون الآن ونستمع إليهم. مرحبا بمعاذ وزكريا، جاءونا من معهد عثمان بن عفان بالعين الكبيرة في سطيف، رفقة معلمهم الشيخ فنيش، وهو فنش، إذن العمري فنش، فندرش، إذن هو معلم قرآن ومسير بالمعهد عثمان بن عفان. نرحب بك ونرحب بالبلابلي، مرحبا بكم في ضحى القناة. سعيدون نحن كثيرا بهذا اللقاء لأننا نناقش فيه كلام الله سبحانه عز وجل. وفقتم، تفضل شيخ. بارك الله فيكم، شكرا لكم على حسن الاستضافة، شكرا لقناة القرآن الكريم على حسن الضيافة.
نسأل الله لها التوفيق ودوام خدمتها للقرآن الكريم وخدمة أهل القرآن، وإبراز هذه النماذج، عسى أن تكون قدوة لباقي أبنائنا على إن مستوى شاء الله. الوطن، إن شاء الله. وطننا الحبيب. بارك الله فيكم. إن شاء الله. شيخ، نتحدث عن المعهد قليلا ثم نمر للحديث عن الطفلين الصالحين في هذه الصبيحة المباركة. هو معهد عثمان بن عفان لتدريس القرآن الكريم وعلومه ببلدية عين الكبيرة ولاية سطيف. هو مؤسسة تربوية تعليمية تابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، يهتم أساسا بتدريس العلوم الشرعية والدراسات القرآنية حسب المستويات ذكورا وإناثا. المعهد يحتوي على برنامج علمي أكاديمي متكامل يتحصل فيه الطالب على قدر كبير من المعارف والعلوم الشرعية والمهارات الدعوية التي تؤهله إلى أن يكون طالب علم وداعية إلى الله على علم وبصيرة. كما يشرف على المعهد نخبة من المشايخ والأساتذة والدكاترة المتخصصين في الشريعة الإسلامية. نعم، حين أسمع مصطلح معهد يتوارد إلى ذهني بأنه فيه داخلية، فيه إلى حد الآن المعهد يتكرر المعهد لا يحتوي على نظام داخلي. نعم، هو نعم. لا يحتوي على نظام داخلي، يحتوي على برنامج بالنسبة للمتفرغين وغير المتفرغين. ماذا تقصدون بالمتفرغين؟ المتفرغين لطالب العلم الشرعي، يعني ما عندوش ارتباطات خارجية، فيكون متفرغ لطالب العلم منتسبا إلى المعهد وفقط. نعم. بالنسبة لغير المتفرغين مثل هذه النماذج اليوم، نعم، الذين يدرسون، نعم، دراسة نظامية، نظامية، نعم، ثم في أوقات الفراغ وفي العطل يدرسون في معهد عثمان بن عفان. كذلك المجال مفتوح حتى للموظفين من أطباء ومحامين وأساتذة، لهم فرصة أيضا للتكوين وتحصيل العلم الشرعي. نعم، المعهد يخرج أئمة و بالنسبة للمعهد هو عنده فئات مستهدفة، يعني جميع شرائح المجتمع، مع مراعاة في تقسيم الأفواج المستويات التعليمية لكل فوج. يتحصل المتخرج من المعهد على شهادة من المعهد زائد تزكية من طرف أساتذته، مع بعض الإجازات العلمية في العلوم الشرعية المختلفة. يمكن أن يخرج معلمي قرآن؟ بالنسبة لمعلمي القرآن ممكن يعني يخرج معلمي القرآن ذو كفاءات إن شاء الله. أما الأئمة فهناك معاهد لتخريج الأئمة معتمدة من طرف وزارة الشؤون الدينية. شكرا، موفقين أستاذ. إذن نبدأ مع معاذ أم مع زكريا، كلاكما يحمل اسما كبيرا. إذن بدينا مع معاذ وقرأ، ونبدأ مع زكريا. زكريا كم عمرك؟ عمري 11 سنة. السؤال الذي يلي هذا مباشرة هو سؤال معتاد، كم تحفظ؟ أحفظ 42 حزبة من القرآن الكريم وبعض من المتون والأحاديث المعتمدة مثل عمدة الأحكام والأربعين النووية، ومن المتون كالجزارية ومتن تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن ومتون كثيرة. نعم، حققت هذا القدر من الحفظ يعني في كم الفترة، الفترة التي تتردد فيها على المعهد؟ منذ متى؟ منذ 4 سنوات وأنا أدرس في هذا المعهد، وبرنامجي هو برنامج يوميا في النهضة بعد الدراسة؟ قبل الدراسة وبعد الدراسة، صباحا باكرا؟ نعم، قبل الفجر وبعد الدراسة. نعم، يعطيك الصحة. أيضا معاذ، كم عمرك؟ 11 سنة. نعم، نفس الشيء، يعني شحال تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ من القرآن الكريم 41 حزبا بالإضافة إلى عدة أحاديث نبوية شريفة وعدة متون مثل أحاديث الأربعين النووية وعمدة الأحكام، ومن المتون مثل تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن، ومثل الجزارية ومثل ابن عاشر والأرجوزة المائية والهدية وهدية الألباب.
نرجع لك زكريا، ماذا تقرأ لنا في هذه الصبيحة المباركة؟ سأقرأ من سورة النور. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. الله يبارك. من معلمك وشيخك؟ درسني أساتذة كثيرون ومعلمون كثيرون، كالشيخ العمري والشيخ مصطفى سمارة، وأساتذة كثر. الله يبارك، ما شاء الله. يعني كل تلميذ ولا كل طالب عنده تقدير معين إلى وقت يختم فيه القرآن، كيف تتصوروا؟ متى ستختم بصريح العبارة؟ إن شاء الله في رمضان المقبل. نعم. 41 حزبا، ما بقالكش 19 حزب، تقدر تتمكن نعم. منها من رمضان المبارك إن شاء الله تكون تمكنت من نعم. 41 متبقي 19 حزبا ويختم إن شاء الله. الله يبارك. إذا في رمضان كنت عاود ترجع لنا البلاطو هنا، تعود وقد حملت 60 حزبا في صدرك إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. عن المتون أو مش تقدر تقرأنا اليوم؟ آيات من سورة التوبة. فضلت التوبة، تفضل تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. أحسنت. نعود للشيخ، مرحبا بك ثانية. هؤلاء التلاميذ المتفوقين النجباء، نتحدث عن دراستهم في المدارس النظامية، كيفاش هي؟ هم بطبيعة الحال ككل المتفوقين في القرآن الكريم هم متفوقون في دراستهم. نعم. يعني رانا نشوفوا نماذج آخرين من القرآن الكريم، يعني كل الذين توجوا بالمراتب الأولى وطنيا تقريبا كامل هم حفظة لكتاب الله سبحانه وتعالى. طالب معاذ بوهوس تلميذ مجتهد بالمعهد وتلميذ مجتهد في المدرسة النظامية، متحصل على معدل 18. الله يبارك. كذلك الطالب زكريا أيضا متحصل على معدل 18، يعني هم يشرفوننا في المعهد ويشرفوننا، وهم سفراء وفرسان للقرآن الكريم يمثلونه أحسن تمثيل. يعني القرآن الكريم ما خالط إنسانا إلا زاده رفعة وهمة، وفتح الله به وفتح عليه. يعني هم حقيقة هم قدوة لزملائهم ونموذجا طيبا لجميع أبناء هذا الوطن الحبيب. كيف لا، ونجد أن حملة القرآن هم أهل الله وخاصته.
صحيح. أنا سألتك هذا السؤال تضمينا لأنني أريدك أن تعطي رسالة مباشرة لكل الأولياء لكل الأبناء كي نقول بأن القرآن هو طريقة أخرى للتحفيز للتشجيع للحصول على النتائج الجيدة في الدراسة وأيضا للحصول على الصفاء الذهني. ومن هذا الفضاء أنصح يعني جميع الأولياء وجميع أبنائنا في هذا الوطن أن يتجهوا إلى حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه به يفتح عليهم ويفتح الله عليهم بركات، والقرآن الكريم يزيد بركة لكل شيء، يزيد بركة في العمر، يزيد بركة في الصحة، يزيد بركة في الوقت، يزيد بركة في كل عمل. يعني الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إنا أنزلناه قرآنا مباركا، يعني نعم. القرآن نعم. الكريم هو بركة لكل شيء، بركة يزيد بركة في البيت، ويزيد وما خالط شيء إلا زاده بركة. يعني القرآن الكريم يحتاج أن نعطيه وقتنا، يعني لا نعطيه فضاء إلى الوقت، ونريد أبناءنا أن يحفظوا القرآن الكريم كما رأيتم. ربما بعض قصدك الالتزام الالتزام أو تخصيص وقت تخصيص وقت والالتزام والاستمرار، وفي العطل نزيده وقتا، يعني في العطل مثلا كالشتوية أو الصيفية نغتنم تلك الأوقات في تحصيل القرآن الكريم. رأيتم النماذج، ربما تحدث زكريا يبدأ برنامجه قبل الفجر. الصبح، يحفظ نعم. التكليف تاعو، وعند يعني عندما يحين وقت المدرسة يتوجه إلى المدرسة، وبعدها يعود إلى المعهد ويعرض على الشيخ الدراسة. عند نعم. انتهاء الدوام يعود إلى المعهد ويتوجه إلى الشيخ ويعرض التكليف الذي كلفه به الشيخ، ثم يراجع ما حصله من قبل من قرآن ومتون وأحاديث، ومع هذا هم متحصلون على المراتب الأولى في دراستهم. شكرا شيخ، في الحقيقة أشياء كثيرة يجب أن تقال، وأنا استمتع كثيرا بالحديث عن برامجهم، عن الأشياء التي يتلقونها من باب تحفيز الأطفال الآخرين. أيضا أعود إلى معاد، تحدثنا قبل قليل عن الأجرومية والأحاديث، ماذا تقرأ لنا؟ أجرومية، تفضل. المقدمة: قال عبيد ربه محمد الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. قال عبيد ربه محمد الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن أجروم لمن أراد حفظه وعسوره عليه أن يحفظ ما قد نثر. والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل. إذن شكرا. زكريا، سأقرأ من الأربعين النووية. تفضل. الحديث 24: تحريم الظلم. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. يعطيك الصحة.
رأينا بأنكم تتمكنون من جزء كبير أو أجزاء كثيرة من القرآن، أيضا الأحاديث، المتون. حين نتحدث عن الحياة، رغباتكم في مستقبل معين، مثلا معاذ، وش حابتكم في المستقبل إن شاء الله؟ سائقة، أحب أن أكون في المستقبل سائقة طائرة. الله يبارك إن شاء الله. الله موفق. هذه هي. هاك تعمل من أجل هذا؟ نعم. ربي يوفقك إن شاء الله. ليش سائق طائرة؟ لأنها مهنة شريفة. كل المهن يعني الأعمال كلها شريفة، هذه مهنة راقية، هذا الشيء تحدث في الجو، هي رفيعة كما أنك رفيع بالقرآن الكريم. إذن وأنت؟ أود أن أصبح في المستقبل إن شاء الله طبيبا مختص في ماذا؟ تصفية الجراحة وأشياء منها. إذن طبيب جراح، ربي يوفقكم إن شاء الله. إذن استنفدتم برنامجكم اللي جيتونا به، ولا ما زالت أشياء واحدة أخرى؟ ما زال هدية الألباب في جوهر الأدب. إيه تفضل. معليش. إيه تفضل. المقدمة. حمد لمن قد زين الإنسان بالعلم والأدب حيث كان، ثم صلاة الله والتسليم لمن هو المهذب الكريم، وآله وصحبه ذوي النهى من بالكمال بلغوها مسها. وبعد فالتهذيب للأولاد سعادة للشعب والبلاد، والولد المهذب المؤدب هو الذي للخير دوما يكسب، يستوجب الإعزاز والتكريم ويستحق في الورى التعظيم. والولد المهذب والولد الخالي من الأداب يعد في جماعة الدواب، ولا يزال سيء المعاش يذكر في الناس مع الأوباش، يعيش طول عمره في النكد بين خصام زوجة وولد. وهذه منظومة ثانية حررتها في صورة الهدية، سميتها هدية الألباب في جواهر الأدب يا هذا الوفي، قدمتها حبا لأبناء الوطن تسعد منهم من إلى الخير سكن، لا سيما كل فتى أقام في مدارس العلم لنيل الشرف، فهو الأحق بمراعاة الأدب وكسبه يسمو به أعلى الرتب. فأسأل الله الثواب الحسن وأن يعم النفع منها الوطن إن شاء الله رب العالمين. نحن أيضا نسأله أن نفع لنا وللوطن الحبيب. إذن أستاذنا شيخ، سررنا كثيرا، ومن هدية الألباب نهديكم مساحة للحديث عن ما يختلج في صدوركم. من هدية الألباب، هذه هدية أراد أن يهديها الطالبين زكريا ومعاذ لجميع إخوانهم في هذا الوطن، هي منظومة تحتوي على الكثير من الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها الطفل المسلم، تضبط علاقته مع ربه ومع والديه ومع إخوانه ومع جيرانه وعلاقته مع وطنه ومع أمته جميعا. إن شاء الله رب العالمين جعل كل أطفالنا مهذبين، من لأنه رأيت أن الهدية فيها طفل مهذب وطفل غير إن شاء الله جعل الأطفال مهذبين مؤدبين يسعون إلى العلم، علم القرآن والعلوم الدنيوية أيضا لأنها مهمة كذلك. ضيفاي الكريمان الكبيران شأنا، وش تقولوا في هذه المساحة اللي نعطيها لكم درك؟ الوالدين الكريمين تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وبعد وما توفيقي في حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية إلا بالله، ثم على حرص والدي الكريمين
ثم على حرص والدي الكريمين علي، وأشكر شيخي جزيل الشكر لأنه هو من علمني ودرسني. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفضل يعود أولا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وثانيا من الوالدين الكريمين لأنهما حفزاني وشجعاني على حفظ القرآن الكريم، وثالثا وأخيرا أشكر جميع شيوخي الذين درسوني في هذا الطريق الطويل لحفظ كتاب الله وعلومه الكثيرة. شكرا. أنا أيضا أشكركما وأشكر شيوخكما وأشكر أيضا والداكم. سعيدة كثيرا بهذا اللقاء، ونتمنى نلقاكم في فرص أخرى. تحدثنا عن القرآن الكريم، عن الأشياء التي يحبها الله سبحانه عز وجل. كل الأعمال محببة، أعمال الخير كلها محببة عند الله سبحانه عز وجل، والله سبحانه عز وجل ورسوله يحبون العاملين. الآن نتطرق إلى مهنة أراها أنا أنها كذلك شريفة جدا، مهنة مهمة في المجتمع، على قدر ما أنها متعبة بعض الشيء إلى أنها تعود على المجتمع بالمنفعة الكبيرة. مهنة عامل النظافة، عامل النظافة نقدم له احتراما كبيرا من خلال هذا البورتري الذي أعده لنا زميلنا حسن رقيق. أن تصل لمرتبة الإحسان فأنت تزكي نفسك بتطهيرها من الدنس، وأما أن تحفظ القرآن الكريم وتزكي نفسك بتطهير شوارع المسلمين فأنت بحق من خيارة المجتمع. أنا نواري نور الدين، عامل بمؤسسة النظافة ورفع النفايات المنزلية. اخترت هذه المهنة لأنها شريفة، كما أوصى الله النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان. نحن في عمل في هذه المؤسسة دائما هكذا الصباح نستفتح بذكر الله، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ثم نبدأ في العمل المباشر والحمد لله. أنا حامل لكتاب الله سبحانه وتعالى، إنني أعمل في هذه المؤسسة النظافة لكي وعي المجتمع بأن النظافة من الإيمان ووسخ من الشيطان. ولكننا بعض العمال إنهم يعانوا من المجتمع ثاني، مش الكثير ولكن بالأقل، لا يعطونا حق الاحترام للعامل النظافة ويعينونه في العمل ويعطونا حقه في المرور، والله سواء من السيارات سواء من الراجلين. مهنته تنظيف الشوارع من مخلفات ما رمت به أيدي الناس، منهم من يحترمه ومنهم من لا يقدر هذه الوظيفة السامية. نحن كعمال نتمنى من المجتمع أن يكون متفهم لعامل النظافة هنا كيف يعمل، ويساعدونه على جمع هذه النفايات لكي يصبح مجتمع يعني مثقف وواعي ويعرف كيف يحسن ظن هذا العامل الذي يعاني يوميا من هذا تراكم الأوساخ في الشوارع. نحن نبذل جهدا كبيرا لكي تصبح هذه المدينة نظيفة ورقية وجميلة، لكي لا يكون أذى لهذا المجتمع. نحن في خدمته دائما وأبدا لكي تصبح الجزائر نظيفة وبيضاء كما يقولون من قبل، لأننا نحن عمال نوجه رسالة إلى مجتمعنا هذا المتحضر والمثقف بأن يعين عمال النظافة في هذه الأعمال التي هم مجدون لها يوميا. ولكن المجتمع
ينظر إلى عامل النظافة بنظرة احتقار، يجب عليهم بأن يكونوا في مستواه بأن هذا العامل النظافة له مكانة خاصة، له ثقافة عامة، لأنه يمارس جميع الأصناف هنا في المجتمع. ولكن أنا أتمنى من المجتمع أن يكون معين لعامل النظافة. وفي حال التعب يستأنس نور الدين نواري بآي القرآن الكريم المحفوظة في صدره، فهو حافظ ويطبق تلك الآيات في معاملاته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، والله سميع عليم. صدق الله العظيم. إذن هذا هو عامل النظافة، عامل نظيف القلب والسريرة، يقترب من ربه بشيئين: عمله وكذلك الذكر وقراءة القرآن، فهنيئا له. الله سبحانه عز وجل خلق الإنسان، خلق لنا الأبدان، وأوصانا بالرعاية وعناية هذه الأبدان، لأنها أمانة عندنا. في برنامجنا أو في فقرتنا الموالية ترياق بعد الفاصل. إذن مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين، مرحبا بالأستاذ كمال فليسي، مختص في العلاج الطبيعي. أستاذ، الله سبحانه عز وجل حين خلق الإنسان خلقه من تشكيلة معقدة من عظم ولحم ودم، وكسى كل هذا جلدا، هذا الجلد هو عرضة لكل العوامل الخارجية، وهو أكثر الأشياء تضررا في جسم الإنسان. وتحدثتم في حصة أو في مرة سابقة عن الجلد، عن البشرة، عن العناية بها، واليوم سنواصل هذا الحديث وأيضا نعطي بعض الحلول في هذه النقطة. مرحبا بك. مرحبا بك أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة المباركة لك وللطاقم الفني وللمشاهدين الأكارم. يعني نواصل حديثنا، كندير حوصلة صغيرة فقط عن الشيء اللي تكلمنا عليه، عن هذا العضو الأكبر عضو في الجسم تاعنا من حيث المساحة. قلنا هو أنه جهاز مانع يحمل يعني الكثير من البكتيريا. المهم هو جهاز مانع دفاعي، أول حصن دفاعي، أول حصن دفاعي بالنسبة للجسم تاعنا. إحنا هذا الجانب ما تكلموش على الدفاعات الآن، ما مش نتكلموا عن الدفاع، لكن نتكلموا من حيث يعني كثير من الناس ما يعرفوش باللي هو عضو مهم، مثله مثل القولون مثلا، مثله مثل الكلى، مثل الرئتين، مثل الكبد. هذا العضو يقوم من بين المهام نتاعو، وهي عندها أهمية كبيرة جدا، من بين المهام نتاعو أنه يخرج السموم. يعني مثل القولون يخرج أنواع خاصة من السموم. يعني هذه طريق الجسم تاعنا يخرج منها السموم. لكن شيء آخر أيضا، أن هذا البشرة تبين لنا الحالة الداخلية على الجسم تاعنا، من حيث تغيرها، من حيث في اللون، من حيث ظهور بقع عليها، من حيث ظهور بعض الأمراض أو الأعراض المرضية، مثلا الصدفية، مثلا البهاق، مثلا البرص،
مثلا يعني هذه الأشياء اللي تظهر مثلا التجاعيد مثلا الإسوداد إنسان يكحال إنسان يصفار إنسان يعني يتغير اللون تاعو نعم بقع معينة لا بقع تقدر تكون الحالة العامة نعم إنسان يبان لك لوتان تاعو يبان مصفار نعم يبان أنت فاتيجي يعني عيان تعبان يبان لك تعبان هي انعكاس إذن للأمراض الداخلية ما نقولوش أمراض لكن الحالة الصحية الداخلية نعم. ما نقولوش عنده مرض إيه؟ يقدر يكون تعب عضو معين فقط نعم. يكون يعني أنسجة أو أعضاء أو عضو واحد يكون مرهق يكون متخن بالسموم هذا الشيء يخلي أمور تظهر على مستوى البشرة أعطينا مثال ربما على ما أذكر أعطينا مثال البقع البنية البقع البنية اللي كثير من النساء يعانيوا منها قل لك عندي جوني البقع البنية يسموه الكنف أو الكلف يعني كل واحد كاش يسميه يعني يقول لك أنا أبرين غوساس بعد ما حملت يعني الحمل يقول لك هذا أثار الولادة أثار الحمل ظهرت هذه البقع لكن الكثير والكثير من النساء مش متزوجات لكن عندهم هذه البقع البنية معناتها؟ بمعنى أن الحالة النفسية البقع البنية ما هي إلا حالة نفسية مرتدة يعني مرتدة من الداخل إلى الخارج سنتريفيوج اللي هنا يعني الكبد أتخم بالأفكار السلبية بالضغط النفسي يعني في حالة نفسية مرهقة الإنسان أو المرأة خاصة الحامل أيضا الحمل ما هو سهل فيه التعب فيه دايب مرت بحالة نفسية يعني مؤلمة تعبانة ترد بزاف الداخل يكون هذا رد الفعل الكبد لما يضخم يعاود كأنه نعطيك مثال بسيط جدا كثير من الأحيان الإنسان يقول راني حاب نكلاطي راني حاب نخرج راني حاب نعيط راني حاب لهنا يقول كراني هنا حاب نخرج كان حاجة راهي داخلية ضغط داخلي نعم ضغط داخلي نفس الشيء بالنسبة للكبد يعمر ثم تكون عنده لغة حديث الكبد والأمعاء كذلك ماشي غير الكبد حتى الأمعاء اللي هنا يكون فيه يعني إلقاء لهذا الحالة النفسية إلى الخارج يبدأوا يظهروا بقع بنية شوفوا إنسان عنده حالة نفسية عنده قلق ما نتكلموش عن القلق مثلا أو يستنى الحافلة ما جاتش في الوقت يتقلق يمشي من بعد ينسى مشكل الحافلة أني نتكلم عن القلق الدافين اللا متناهي تراكمات داخلية ملفات مفتوحة ولم تغلق مازال لم تغلق هذا النوع من القلق هو راح يستنزف أو راح يستنزف الإنسان هذا ويخليه يعني يتعب أول شيء باش نمدوا بعض الحلول حتى لا ما يداهمناش الوقت مثل ما حدث الحصة الماضية مدوا بعض الحلول للبشرة البشرة تعطيك الحالة التسممية أو حالة النقاوة الداخلية تاعك لكن الجسم تاعك متسمم فالبشرة تاعك هي تعكس مرآة عاكسة متضررة نعم لا مرآة عاكسة صورة لنفس الحالة النفسية نعم صورة عاكسة لحالة التسمم تاعك أو حالة النقاوة تاعك لهذا يعني نفتح قوس أن الغذاء عنده أهمية كبيرة جدا بالنسبة للبشرة تاعك كل ما تسممت يولي على البشرة تاعك كل ما تنقيت داخليا طهرت الجسم تاعك والنقاوة نقيت الجسم تاعك من درت اون ديزانتوكسيكاسيون الا وبانت على البشره تاعك فلهذا الغذاء هو عنصر اساسي بالنسبه للبشره الغذاء الصحي الشيء الثاني الانسان كيكون متسمم يعني عشرات السنين وياكل غذاء غير صحي مليح ليه يدير اون ديزانتوكسيكاسيون مده معينه يعني ويركز على الكبد على تنقية الكبد بالغذاء تكلمنا في كثير من الأحيان على المجموعة من الأغذية اللي تساعد تنقية الكبد هو رايح يشوف أن البشرة رايحة تنقى أو ما نقولوش البشرة رايحة تنقى البشرة رايحة تعكس الصورة الداخلية تاع الكبد نعم. يعني نعم. نعم الشيء الثاني اللي لابد نتكلم عليه أيضا هو شرب الماء البشرة تاعنا مثل الوردة تسقيها تبها تفطن تنتعش ما تشربش الماء هي رايحة تجف البشرة ما ننسوش بلي البشرة هي العضو رقم واحد اللي هو عرضة للغبار وعرضة يعني للدخان للدفء والبرودة نعم. يعني كاين بزاف لي زاكريستر يعني الطبيعية اللي نعيشوها في الحياة اليومية لهذا الماء ثم الماء الإنسان حسب الوزن تاعه حسب الجهد تاعه إنسان يكون ناديلت
في الوقت هذا اللي رانا فيه يعني كاين شويه بروده، لابد انه تاع 65 كيلوغرام ما يحبطش واحد لتر ونصف نتاع الماء. وكثير من الناس يغلطوا يقول لك انايا نشرب فواكه، نشرب عصائر، نشرب مشروبات غازيه، انت راك تزيد الطين بله. ما كاش حاجه تعوض الماء. الماء لازم ايضا نتكلموا عليه. الماء فيه النوعيه ايضا، فيه من يزيد السميه للجسم تاعنا، وفيه من يساعد في عمليه التنقيه. حتى بالنسبه لنوعيه الماء لابد ان نتحدث في هذا. لهذا قلت 1.5 لتر ماء لشخص يزن حوالي 65 كيلوغرام، يعني وكل ما نزيد ويزيد حسب الجهد ايضا. انسان قابع في المكان تاعو، قاعد عنده مكتب، ما عندوش نشاط يعني بدني، يعني هذا 1 لتر حتى لو كان 85 كيلوغرام 1 لتر قد يكفيه. لكن انسان اخر اللي عنده نشاط بدني، نعم حركه، عنده حركه دائمه يوميه، هذا يحتاج اكثر. فقلت العنصر الثاني اللي هو الماء. هناك يعني في الغذاء ايضا عندنا أرمادة من مضادات الأكسدة نجدها. عندنا زوج من أنواع تاع الأكل، ماكلة حية فيها الحياة، وكاين باقي الغذاء كله ميت، تعمر البطن والفايدة ما كاش. أول غذاء اللي هو الفواكه. الإنسان في كل فصل يغتنم فرصة أكل الفواكه، فواكه الموسمية موجودة في ذاك الموسم. نعم. يعني يغتنم هذه الفرصة، يكثر من الفواكه ويكثر أيضا من الخضروات. والنقطة اللي لابد أيضا نتحدث عنها، أنه حتى هذا النوع من الخضروات، هذا النوع اللي يعطينا الكثير من الفوائد، هذا النوع من الأكل لابد أن لا ندمره بطريقة الطهي. نعم. لأن قسم رفعنا الحرارة، قسمة طول على النار مدة. نعم. إلا وراح يفسد. نعم. الآن نتكلموا عن يعني هذا تكلمنا عن الغذاء، تكلمنا عن الماء، تكلمنا. نعم. الآن نمدوا بعض الحلول كيفاش محافظ. نعم. حفاظ على البشرة تاعنا. نتكلموا على بعض الزيوت، نتكلموا على بعض الزيوت الأساسية. نعم. بعض الزيوت الغذائية أيضا. كذلك نتكلموا كيفاش نديروا مرهم. مرهم نعطيكم حل طبيعي. كيفاش نعم مرهم طبيعي كيفاش نستعملوه. اولا نحضروا نمدوا افضل الزيوت. عندنا زيت ارغان، نعم ويل دارغون، زيت الارغان. نعم. هي تعتبر من افضل، ما نقولوش افضل زيوت لكن تعتبر من افضل الزيوت. عندنا زيت اخر اللي هو زيت الاساسي، نتكلموا عليه على انه اساسي، اللي لا يضاهيه بالنسبه للبشره، ما فيش حاجه تضاهيه كزيت، اللي هو زيت ورد دمشق، الويل اسونسييل تاع لا روز دو داماس. نعم. زيت الاساسي نتاع زهره دمشق، ماشي زهره دمشق. فهذه الزهره هذه تعطينا يعني زيتا اساسيا. نعم. من اروع ما يكون. اللي هنا واش نديروا اللي يقدر يتحصل على شويه تاع زيت أرغان. هذه النقطه مهمه جدا. نعم. استاذ، احيانا نبحث عن الاصل في هذه الزيوت فلا نجده ولا نعرفه احيانا. المشكل. نعم. يكمن هنا، لاننا احيانا نعتقد باننا نستعمل زيوتا اساسيه اصليه لكنها. نعم. في الحقيقه غير ذلك. نعم. هذا هو المشكل اللي نحاول ان نعالج، فاذا بينا نضرر بشرتنا. نعم. هي تولي الان تولي للثقافه تاع الانسان وحده، الاهتمام تاع الانسان والاهتمام تاع المجتمع. لو مثلا انا تكلمت على زيت الاساسي نتاع زهره دمشق، كما تعرفيهاش اصلا يعني كامراه. نعم. يعني لكن لو كان نمشي بعض البلدان هي الاصل تاعها، المنبت تاعها يعني دمشق. نعم. يعني سوريا. نعم. يعني نمشي الى بعض البلدان من الزيوت، ماشي فقط المعروفه الشائعه، ليس فقط كما نقولوا احنا بالعاميه عزيزه. وهي قليله شويه، يعني لانه من اجل الحصول على 1 كيلوغرام يحتاج الى يحتاج حوالي 5 قناطر الى 6 قناطر نتاع لي بيطان نتاع الاوراق نتاعها. زهره دمشق. نعم زهره. نعم. دمشق. نعم. يعني نسبه كبيره، كميه كبيره باش نتحصلوا، وهي باهظه الثمن. لهذا قطرات منها يعني عندها مفعول سحري بالنسبه للبشره تاعنا. فالثقافه قلت ولي الثقافه نتاع المجتمع، هذا المجتمعات. بالنسبه لكل انواع البشره. كل انواع البشره. نعم. يعني كل انواع البشره، فهي تمد للبشره ان غاجونيسما، نظاره غاجونيسما بمعنى عمليه تشبيب. يعني النظاره
اوبسيون من بين لي زوبسيون اللي تمدها. يعني تمد 10 لي سيكاتريزونت، تنحي البقع البنيه، تنحي التجاعيد، يعني تمد نظاره، فعندها يعني مفعول سحري بالنسبه للبشره. لكن كيفاش نتعاملوا مع هذا؟ امر مهم جدا. واش ممكن نضيفوا لها زهر دمشق؟ استعمال اذا نعم، ممكن الانسان اللي تحصل على زيت ارغان، اللي ما عندوش زيت ارغان ممكن انه يتحصل على زيت اللوز، مدوا احنا بعض الحلول اللي ممكن في متناول. نعم في متناول الجميع. اللي ما تحصلش على الزيت الاساسي، قلنا زيت ارغان بدلوها بزيت اللوز. لي زيت الاساسي، قطرات نتاع زيت الاساسي نتاع زهره دمشق، اللي ممكن نبدلوها بشيء اخر اللي هي لو نيغولي ولا زيت نتاع الياسمين. ايضا لو نيغولي هذا تاع يعني الوقت نتاعو تاع الموسم تاع لارنج. نعم الزهره نتاع لارنج تقطر يعني في الموسم نتاعو. رانا الان راهو متاخر خلاص، الزهره ما بقاتش يعني يعني هي في البدايه في الفصل الخريف لما تزهر ينحوها، ينحو الزهره مع جميع الحمضيات هذه. لا انا قلت نتاع النارنج. نعم نتاع النارنج. نعم. فهذا نصيبوه، قصدي انه الازهار متواجد. ازهار النارنج يحدث مع ازهار الحمضيات في نفس الفترة. نعم. نعم. لكن هذا لونيغولي تاع خصيصا تاع النارنج. نعم. فهذا يقارب ايضا الزيت الاساسي نتاع زهره دمشق، يقارب. نعم. نعم. واللي تحصل عليهم كذلك زيت الياسمين الغير مغشوش. انت تتكلمي احنا نشرو حاجة طبيعية واذا بها شيء اخر. نعم. الغير المغشوش، لان اذا كان نشريو زيت على انه اساسي وهو ماشي اساسي ومن بعد نزيدو نديليوه في زيت دو سوبور، فنولو لهنايا الخليط اللي نتحصلوا عليه او الزيت اللي نستعملوه ما يمتش. نعم غير مطابق وما يمتش نتائج مبهرة. لهنا الإنسان ممكن أنه يقتني بعض الزيوت اللي تكون سيرتيفي، وإن كانت يعني جايبينها من الخارج ولا تكون سيرتيفي، فهذه تكون مضمونة أفضل. مضمونة. نعم. مضمونة أفضل. نعم. وش نديرو يعني هنا ممكن نمدوا بعض الزيوت الأخرى. نعم. ممكن نمدوا بعض. تفضل. لكن لا، نمدوا الخلطة كيفاش نحضروها ومن بعد ننتقلوا لحوايج واحد أخرين. نعم. نعم هنا كيفاش نديروها بالنسبه للبشره؟ نحكموا حوالي 30 مليلتر 30 مليلتر تاع زيت اللوز او زيت ارغان، نوضعوا فيها 3% ما يقارب 3% الى 10% من جمله هذه الزيوت الاساسيه. نعم. بمعنى مثلا ناخذوا باش تكون الصوره واضحه مليح، ناخذوا 100 ملي باش يكون الحساب واضح. إيه؟ يعني لما ناخذ 30 في حسابات شويه تدخل لنا الفاصله. اذا 100 مليلتر 100 مليلتر من الزيوت التي تحدثنا عنها. لا ماشي الزيوت الاساسيه، الزيوت الغذائيه كزيت اللوز. زيت اللوز. نعم. نعم. زيت اللوز او عندنا قلت زيت ارغان. نعم. يعني ممكن اننا نستعملوا بعض الزيوت الاخرى حتى واللي ما صافش كامل من اربع زيوت مكان، مثلا الزيت نصيبوه هذه زيت تاع جنين القمح. نعم. زيت جنين القمح يعني لو نديروا مقارنه بين زيت جنين القمح وزيت ارغان وزيت اللوز، انا افضل زيت جنين القمح لنسبه الضمان. نسبه الضمان وايضا فائده زايده. نعم. لكن من اجل الحصول، المشكل ان جنين القمح من اجل الحصول على 30 دوك نعطيك فقط. نعم. عمليه حسابيه، لان الامر علاش ما مشيتش انا في البدايه الى زيت جنين القمح، اني باش نصيبوه اصلي وغير مغشوش. دوك تفهموا. نعم. دوك تفهموا علاش. من اجل الحصول على 1 كيلوغرام جنين قمح نحتاج الى 100 كيلوغرام قمح. نعم 100 كيلوغرام قمح نتحصلوا على 1 كيلوغرام جنين القمح. 1 كيلوغرام لما جنين القمح لما نعصروه. استاذ اذا سمحت لست السائله الوحيده في هذا البرنامج، هناك متصلين. نعم. نعم نستقبل بسمه من سطيف. اهلا وسهلا. السلام ورحمه السلام. الله تعالى وبركاته. اليوم اهل سطيف جاؤونا في بلابل وجاؤونا عبر الهاتف. مرحبا اهلا وسهلا بكم. بكم. تفضلي بارك فيكم ان شاء الله. تفضلي بسمه. بغيت نقصيل نسقسي على الاخرى بالنسبه للرقبه والعمود الفقري، كيفاش ما كان علاج للفقرات هذوك، ونسقسي على الاخرى هذيك الاله هذيك اللي تسقيت الماء،
كانت عيطت له الاسبوع اللي فات وي تبع يعني يبين لي هكا هكا اللي كان متوفره وين تبع تعيش حكيم لوسموزور ان شاء الله عن كل مكان. نعم هاي تعيش هاي تبارك الله. شكرا يا بسمه تسطيف. شكرا صحيتي الى اللقاء. إذا نعم أيضا لدينا متصلة أم محمد من بويرة. مرحبا أهلا وسهلا. مرحبا مسلم. مرحبا تفضلي. أختي حبيت نهضر مع طبيب. نعم تفضلي تفضلي أستاذ في الاستماع. كنت من اللي فات شهور ما تفضلي. أنا الأخوة الكابل تنقية الكابل. تنقية الكابل نعم. تنقية الكابل سمعتك مرة قلت باللي المتاع الخرشة. خرشف يا لولو المتاع الخرشف خرشف البري البري كان المهم بري كان سلاح تاع نعم ما تقول واش نعم واش ورحت لعند الطبيبه من بعد قالت لي بلي عندك شويه كوليسترول شويه طالع طالع شويه يعني ماشي بزاف صح طالع شويه. تسالين عن كيفيه الاستعمال يعني وقلت لك على هذاك البلوط. نعم انا شوف كي نديرو ما نديروش قلت لها شي الفارينه ما نديروش فارينه نديرو غير الخشير. نعم نحضروا في الدار. نعم يا اما ديروا ديروا خبز وديروا طعام. اذا هذا التدخل الثاني من بويره. تفضل تفضل استاذ. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. صح نواصل ام نجيب على الاسئله حب نوصلوا يعني باش ما نكثرش الفكره. نعم نواصل استاذ تفضل تفضل. نعم. تفضل هي بالنسبه قلت بالنسبه كيفاش نتحصلوا على جنين القمح زي جنين القمح. نعم باش نتحصلوا على قلت 100 كيلوغرام تاع قمح. نعم. يعطينا 1 كيلوغرام جنين القمح هذا واش نحو. نعم. هاد 1 كيلوغرام نتاع جنين القمح لما نعصروه ما يمدناش 50 مللتر. نعم قليل جدا 50 ملي هذا واش يعطينا هذا كي مدلنا مليح نادرا ربما. نعم. ولما نمشيو للسوق 30 ملي نشريوها ب 20000 ولا 16000. نعم امر منطقي منطقي لا غير منطقي يعني بالنسبه لقدره. نعم. الانسان عادي لا ليس القدره الشرائيه. نعم. نتكلم انا 100 كيلوغرام تاع قمح الا ما تسواش دير 400 500 الف. اذا هذا تنبيه الى ان هذا الزيت هو زيت لا ما نقولش مغشوش. نعم. لا لكن طريقه استخلاص طريقة استخلاص هاد طريقة الاستخلاص إذا كنت تكلمنا الاستخلاص أو نجي أنا يعني نحكم جنين القمح ندير له بتية نتاع الزيت ونحط فيه جنين القمح ونخليه 40 يوم وبعد نستث سما ترقى درقتناه ليس ماشي كيف كيف. نعم فيه طريقة لا ماسيراسيون هادية لكن هو رايح الزيت هذيك تمتص شوية واش كاين في جنين القمح لكن أكبر نسبة نتاع الزيت ما رايش جنين القمح خالص. نعم. نفس الشيء بالنسبه للوز. اللوز يدير 180 ولا قريب 200 الف الكيلو نروح نشري 30 ملي ولا نشريها ب 15000 15000 ولا 20000. نعم ماشي خالص زيت لوز خالص. نعم مفهوم يعني الاشكال. استاذ نقدر نجاوبوا المتصلتين ثم نعم نجاوبوا ان شاء الله بالنسبه للموضوع الممنى بجوانبه. نعم مازال بعض الحلول تفضل اذا امكن نمشي بالإجابات نجيب بسرعة. نعم. لأن نعم عبدي لي السؤال الأول. هناك سيدة تسأل على الخرشف البري. نعم. من البويرة وسيدة من سطيف سألتنا على تحدثت في تنظيف الكبد في المرة اللي فاتت واتصلت بك ولا لم تفهم ولا لم نعم تاع سطيف السؤال الأول وش كان يقول نظن أظن أنها تتحدث عن تنقية الكبد. تنقية الكبد نعم 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 بالنسبه يعني لتنقيه الكبد يعني نفس الجواب. تكلمنا عن تنقيه الكبد يعني تنقيه الكبد تكلمنا عن الخرشف هو الموضوع اللي باشرناه ما في بدايه. نعم. البرنامج. نعم تنقيه الكبد تكلمنا عن الخرشف البري نغليوه ونشربوه. بالنسبه للكوليسترول فهو منقي للكبد معناته يحبط الكوليسترول وما ننساوش باللي الكوليسترول لو موفي كوليسترول ثلثي الكوليسترول السبب تاعو القلق الدافين. نعم. لو ستريس زايد. نعم. واش يطلع لو بون كوليسترول اللي يحب يطلع لو بون كوليسترول تاعو عليه بالرياضه اضعف الايمان عليه بالمشي المشي. يمشي. نعم. المشي يعاونه. والشيء الثاني يعني يجيري لو ستريس تاعو. نعم. الشيء الثالث لا يستعمل من الزيوت الا زيت الزيتون. الزيوت الاخرى كلها ينحيها كل الدهون الاخرى ينحيها الا زيت الزيتون. زيت الزيتون يخفض لو موفي كوليسترول ويرفع من نسبه لو بون
كوليسترول. نعم. وما ننساوش الجانب النفسي. الذهني. نعم. نعم. صفاء الذهن نحاول أن نحافظ على نقاء الذهن. بون مورال يطلع لك البون كوليسترول. أكيد أكيد. لما يحبط المورال كما يقولوا فيعني تختل الكفة يختل التوازن. الجسم يعني هو نعم يحبط يحبط لو بون كوليسترول ويطلع لنا لو موفي كوليسترول. هل بقيت نقطة؟ وما ننساوش حاجة نقطة مهمة جدا من الوسائل نتاع تنقية الكبد الفواكه الموسمية الآن الفرصة راهي الآن اللي هي عندنا ليمون الهندي بومبلوموس بومبلوموس عندنا المندارين عندنا تشينا عندنا الليمون عندنا الخرشف عندنا القرنون عندنا الكرافس عندنا فهذه الأرمادة هذه تساعد في تنقية الكبد والشرب نسبة معتبرة من الماء. موضوع هام جدا جدا يبقى للحديث بقية في كل مرة ونسعد كثيرا في لقائك كل مرة واستقبال أيضا مكالمات مشاهدينا الكرام في كل مرة نمر إذا شكرا جزيلا وإلى اللقاء نمر إلى فقرتنا الموالية أعزائنا المشاهدين العلامة الموسوعي الفقيه أبو العباس أحمد بن يحيى الونشارسي هو الإمام حافظ المذهب المالكي حبر تلمسان وفاس حجة المغاربة على الأقاليم أبو العباس أحمد بن يحيى ابن محمد ابن عبد الواحد ابن علي الونشارسي التلمساني الأصل والمنشأ الفاسي الدار والمدفن ولد حوالي سنة 34-800 هجرية الموافقة لسنة 30-400 ميلادية بقرية من قرى وانشاريس بناحية تيسمسيلت بالغرب الجزائري من عمره وذاع صيته في تلمسان والمغرب العربي واشتهر بعلمه وفقهه وشدته في قول الحق وأنه قوال للحق لا تأخذه في الله لومة لائم وذلك في بيئة انتشرت فيها الاضطرابات والمشاكل السياسية تعرض العلماء إلى مضايقات الحكام وظلمهم لصدعهم بكلمة الحق ومنهم مترجمنا الذي غضب عليه السلطان أبو ثابت الزياني فأمر بنهب داره فخرج فارا بدينه وأهله إلى مدينة فاس بالمغرب الأقصى سنة 74-800 هجرية استفاد من علمه وفقهه وتخرج على يديه عدد من الفقهاء الذين بلغوا درجات عليا في التدريس والقضاء والإفتاء
منهم ولده عبد الواحد الوانشاريسي شهيد المحراب قاضي فاس ومفتيها توفي عام 55-900 هجرية، ومحمد ابن محمد ابن الغرديس التغليبي قاضي فاس وابن قاضيها توفي عام 76-900 هجرية. أما عن مؤلفاته وآثاره فنذكر منها إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، والقواعد في الفقه المالكي، والفروق في مسائل الفقه. أما أهم مؤلفاته على الإطلاق فهو كتاب المعيار المعرب. هذه الموسوعة الفقهية تقع في 12 مجلدا، وقد حوت على اجتهادات فقهاء القيروان وبجاية وتلمسان وفاس ومراكش وسبتة وغرناطة وقرطبة وغيرها من عواصم الغرب الإسلامي طوال 8 قرون. وقد التزم فيها الوانشاريسي الأمانة العلمية والنقل الصادقة، فكان يثبت أسماء المفتيين ونصوص الأسئلة إلا في حالات نادرة جدا يعتذر فيها عن عدم وقوفه على نص. يوم الثلاثاء في 24 من صفر 1400 هجرية، وقد نافى عن 80 عاما بمدينة فاس ودفن بها. هم الأولون إذن، هم الذين خطوا لنا رؤوس الأقلام بل طريقنا في كل العلوم في كل الأشياء التي نعيشها اليوم. غرسوا فأكلنا ونغرس فيأكلون. فقرة المستهلك. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في فقرة المستهلك، وأهلا وسهلا أيضا بالأستاذ منوار حسان، هو رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك. قصدت الحديث عن من غرسوا ونأكل ونغرس نحن فيأكلون. نتحدث عن الأطفال أكيد إن شاء الله، لأنه موضوع مهم كثير. نعم تفضل تفضل. قبل كل شيء نقول جمعة مباركة للكل، وسلام وصول لكل من يتابع قناة القرآن الكريم داخل وخارج الوطن. أهلا. والشكر دائما لكم كقناة كإعلاميين اللي يعني تشاركوا دائما جمعية الأمان لهذه العملية التحسيسية، وخاصة نشوفوا أن المستهلك الجزائري محتاج لهذا النوع من الحصص لكي نغير هذه التصرفات السيئة في الاستهلاك. والاستثمار نتاعنا كجمعية الأمان راه عند الأطفال. هو عفوا أستاذ، الاستهلاك يضم جميع الأشياء المستهلكة، لكننا اليوم سنتحدث عن الاستهلاك الغذائي والصحة عند الأطفال، لأنه هذا اللي يهمنا كثير، وخاصة أنه منذ 2018 جمعية الأمان راهي مهتمة أكثر بصحة المواطن الجزائري، لأنه شايفين أنه عدد يعني حتى أنواع الأمراض يزيد وعدد المرضى راه يزيد في الجزائر، وكثرة المرضى هذا يا راه يجينا من يعني عدم الاعتناء بالصحة
وكي ما نعتنوش بالصحه معناتها ما نعتنوش بالغذاء، وايضا ما نعملوش رياضه، وما عندناش يعني حتى المناخ ولا حتى المحيط، ما نكونوش حتى المحيط اللي قلنا لتحسين النمط المعيشي. الاطفال لانه نستغل دائما الفرص، اليوم اول يوم تاع عطله الشتويه، ونقولوا لربما ما نقولش لربما، نقول اكيد انها فرصه الاولياء لبحث طريقه جديده في الاستهلاك او مراجعه الاستهلاك نتاعنا وتاع ولادنا هذه الايام اللي فاتت. ونقول كل ما تجي فرصه، هذه عطله، هذه عيد، هذه احتفال، لازم دائما نحاولوا في كل مره انه نحسن هذا النمط الاستهلاكي ونراجعوا نفوسنا. اذا اليوم نقول هذا اليوم عندنا ولادنا راهم في البيت في الدار، ما راهمش مقلقين صباح نوضوا بكري بهندوهم ولا شيء كيفاش نجيبوهم تعبانين، نبداو ننظموا لهم، نعطوهم نظام جديد في الغذاء. نظام جديد هو انه يعني نستغل الفرصه الشتويه، وخاصه الشتاء يقعدوا في الدار ما يخرجوش كثير، وحتى ولا يخرجوا معنا نعرفوا كيف يعني نغذيوهم. ومن جهه اخرى احنا باش نعتني بالصحه ايضا لازمنا نستغلوا هذه الايام تاع عطله باش نديروا الفحوصات الطبيه. انا كنت قلتها قبل بدايه السنه الدراسيه، قلت انه شهر سبتمبر ماهوش شهر وين نشتغل غير الادوات المدرسيه والمئزر والثياب، ايضا نخصص يعني ميزانيه صغيره باش نديو على الاقل، ولا عندنا كثير الاولاد نديو واحد في كل في كل سبتمبر، في اكتوبر نديو واحد اخر، في نوفمبر وفي ديسمبر، يعني باش ونولفوا لاولادنا انه دوريا مره في السنه لازم يدير فحص وقائي، يدير بيون، يدير راديو، يشوف دونتيست، يشوف طبيب تاع العينين مره في العام. ونولفوا لاولادنا هذه الطريقه هذه، يكون عنده ملف تاع الطبيب في كل عام لازم يدير لداخل هذوك لي زاناليز ولي راديو تاعو، ويكبر بهذه الطريقه هذه، لانه الواحد اللي ما يديرش المراجعه تاع الصحه تاعو الطبيه اكيد انه في وقت بعيد الشر علينا كامل يقدر يجيه مرض وما يفيقلوش. واليوم نقولوا الوقايه خير من العلاج. ايضا فرصه تاع الايام هذه نعلموا اولادنا ولا نولفوهم يديروا شويه حركات رياضيه، يعني احنا نخرجوا للنزهه، هذيك النزهه هذيك مليح واحد يديرها بثياب رياضيه ويروح نجريهم شويه ونلعبوهم. باش يبداو ايضا نقطه الاكل في هذا، وين جاي الاكل؟ الاكل هو المهم، لانه هو الغذاء هو اكبر. قصدي انه جلب الاكل من البيت في هذه النزهه اكيد. لا هذا 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 احنا نقول حتى في البيت، حتى التلاميذ نتاعنا ولادنا هذو ولا حتى الشباب لما يخرجوا حتى الجامعه، احنا دائما نقولوا كجمعيه الامان وقلناها كم مره هنا، انه من الاحسن نسترجع هذاك البقايا تاع الاكل اللي بقاو في العشاء ونعملوهم في علب وندوهم معنا. اذا ما بالك يعني اطفال صغار، وحنا نشوفوا اليوم الاولاد راهم يروحوا يدوا المدرسه، يعني والفوا هذيك البوطه تاع الجو والكرواسون بتي بان والكاطو هذا، ولما نحسب هذا الشيء هذا لمده اسبوع نشري اللوم جا من عند بقال الحي ونصرف الى المدرسه، يعني نسهل الامور علينا احنا كاولياء، ولكن راح نصعبوا الامور علينا لما ولادنا يكبروا ربما. لما الاولاد هذو يكبروا مرض ونرجعوا عليهم عند طبيب. اذا اليوم نقول لازمنا يعني لازمنا نرجعوا للغذاء الصحي، والغذاء الصحي المختصين والاطباء عالميين يقولوا راهو في كل ما هو طبيعي كالفواكه والخضر، يعني لازم نعاودوا نقصوا الغذاء نتاعنا بالفواكه والخضر، لازمنا نحيوا هذاك الكاطو والخبز تاع الفارينا والباتيسري والياورت وهذوك الجو المصنع، يعني كل ما هو غذاء مصنع نعرفوا انه فيه مواد كيميائيه، فيه ضرر، فيه مواد كيميائيه، فيه مواد للحفظ، وفيه البلاستيك، وفيه يعني حتى هذيك الفاكهه النهار عصروها ما نعرف منين جات وهي كانت فضلات نتاع الفاكهه، لازم دائما نخمو كيما هكذا. اذا اليوم وخاصه انه في فصل الشتاء اليوم عندنا خضر وعندنا فواكه نتاع هذا الفصل اللي هي راهي تقريبا نقول تقريبا في متناول الجميع، يعني لازم نستغلوا هذه الفرصه هذه ونوكلوا ولادنا، وماهوش غير نوكلهم، نعلموا لهم انهم يعودوا ياكلوا الخضره والفاكهه. اذا سمحت اظن انه كما قلت فتره العطله هذه الاطفال موجودين في البيت، الام عاده تحضر الاكل، تحضر الوجبات، يمكن ان نقحم الاطفال فتيات او فتيان كانوا في تحضير الوجبه الغذائيه في البيت، فيشاهد الطفل كيف تحضر مكوناتها ويقتنع اكثر بما ياكله. مثلا لا احنا نقولوا يلا برك اليوم مثلا يوم الجمعه العشيه نعمل اجتماع عائلي، قال اولادي شوف من غدوه السبت راح نبداو نغيروا شويه النمط الاستهلاكي، لانه راكم شفتوا في العائله كاين فلان هذاك راه مريض، كاين عندنا واحد اخر راه مات كان عنده ان كونسير، والكونسير هذا جا
بالكثره من المواد المصنعه من غذاء غير صحي. غذاء غير صحي. قال غدوه السبت انا قاعد نكمل في البيت، الام ما تخدمش الاب ما يخدمش، نوضو الصباح نوجدو بتي ديجوني يعني قال مثلا صحي نفهم. قال نوجدو مثلا سيدي نغليو حبه بيض ونجيبو شويه فاكهه نقسموها كاين تشينا درك وكاين التفاح تاع الجزائر ماهوش غالي كثير وكاين شويه حبيبات تاع التمر يعني نديرو بهم غذاء، نعصرو لهم شويه تاع تشينا مع شويه قرص ماهوش غالي كثير هذه الايام، اذا نولفو لهم هذه اكيد انه الاولاد مع النهار الاول تجيهم ثقيل باش كيف احنا في غير قهوه حليب وكرواسون. قال معليش ماشي بكري نديروها على 9 ولا على 10 تاع النهار، نهار الحد ما نديرولهمش كلش ولكن نزيدو لهم حويجه مثلا مع هذاك الفطور تاع نهار الحد الصباح. ونهار الاثنين يعني هاد الاسبوعين قادرين كثير من العائلات يغيروا النمط الاستهلاكي داخل البيت، وثانيك هذه فرصه انه كل اسبوعين هذويا ناكلوا غير الماكله تاع الدار، ما ناكلوش بيتزا وما ناكلوش امبرغر وما ناكلوش ساندويتش. فكره لذيذه. فكره لذيذه ولكن ماشي حتى عجب التجار يعني راح يغلقوا صحاب المطاعم الاكل الخفيف ولا حابهم يغلقوا يديروا حاجه اخرى، لانه اليوم ما عندناش اكل خفيف صحي كما في بعض الدول ما عندناش اللي انا مانيش معك استاذ في فكره يغلقوا، لماذا نستدرجهم الى تحضير اكلاتنا؟ مثلا انا قلت نحن نقول بلي ما عندناش حنا اللي مثلا يبيعوا في الخارج نشوفوا كثير من فاست فود يبيع لك في علبه الخضره مفوره مغليه تديها في علبه تروحي تاكليها في الخدمه تاعك ولا الاولاد ولا الشباب تاعنا ياكلوها في الجامعه، يعني حتى فاكهه مشكله في بوطه مقسومه مقطعه. يلا ولكن احنا يتبعوا يعني من جبنا الافكار من الغرب اللي هي سيئه، الافكار المليحه خليناها ما جبناهاش. اذا هذه فرصه احنا في التحسيس نحسوا المستهلكين ونحسوا ايضا ونوعيوا ولا ناديوا الضمير المهني عند التجار باش يديروا مجهودات يعني ينقصوا لربما ما يربحوش كثير ولكن راح في المستقبل راح يربحوا اكثر من ما يربحوا درك. اذا الاولياء عندهم هذه المسؤوليه. ايضا نقولوا الرياضه، يعني الرياضه اليوم كل المختصين في الجزائر ولا خارج الجزائر يقولوا اليوم ولا ما علم ولا ما ولفناش ولادنا يديروا الحركه ويديروا الرياضه معناتها رانا حندوهم للسمنه، لانه الغذاء وحده ما يكفيش، لازم الجسم يتحرك وعنده مقدار على الاقل مثلا 20 دقيقه في اليوم حتى نصف ساعه ونقسمها مرتين ثلاث مرات في الاسبوع ونولف ولادنا انه يكبر بالرياضه. كاينين بعض الشباب اليوم يقول لك ما نقدرش ما نديرش الرياضه، والف ندير الرياضه، وكاينين بعض الشباب اللي هما يقول لك العكس يقول لك انا ما درتش يكون صغير ابدا نقدر ندير الرياضه، يستناو حتى نهار كيقول لهم طبيب يمرضوا تحكموا السمنه ولا تحكموا مرض القلب ولا يحكموا الديابات، الطبيب ما يقولوه داها في وصفه، قال لازم تقعد تمشي 20 دقيقه في اليوم ما عاد يولي جهه صعيبه. اذا اليوم يا اولياء عندنا مسؤوليه، الاولاد هذو اللي عندنا ماهمش باش نشرو لهم بالطابلات ونشرو لهم الهاتف ونشرو لهم الثياب المليحه ونديهم يحوسوا، لازمنا نكبروهم بصحه جيده، الصحه الجيده اللي قلت اذا الغذاء الفحص الطبي والحركه او الرياضه، هذه هي الثقافه اللي باغيين يعني نبنيوها وباغيين تكون عند الاولاد نتاعنا لانه هما الاستثمار تاعنا تاع المستقبل. احنا الجزائريين للاسف نقولها الكبار ما عندناش ثقافه استهلاكيه، انا نشوفوا واش انا ناكلوا، انا نشوفوا كيفاش نحبوا نتكسلوا، ما عندناش دمرت بعادات معينه دمرت لانه ما كانش عندنا الوعي وما كانش عندنا زمان يعني عمليه تحسيسيه ويعني كلنا ساهمنا. نقول لك حتى المسؤولين اللي كانوا يعني اللي كانوا يسيروا هذا الامر في الصحه ولا في التجاره ولا في الصناعه كانوا ماشيين، الصناعه تاعنا كانت الغذائيه كانت تشجع غير اللي هما يخدموا المشروبات الغازوز والجوي، يعني ما عندناش صناعات اخرى اللي فيها الصحه. اليوم الصناعه الغذائيه عندنا الغازوز والجوي عندنا الكاشير والباتي وغير الحوايج اللي تضر الصحه. المطاعم يعني شجعنا وخلينا نفتحوا غير المطاعم تاع الفاست فود غير اللي يبيعوا غير المملحات والقرا يعني السكر وهذا غير المرض. مثلا الخبز نتاعنا اليوم للاسف مازال بالفارينه اللي هي مضره للصحه، وزاد على ذلك فيها الملح كثير وفيها السكر وفيها محسنات كيميائيه مضره للصحه، ومازال ما قدرناش نلغيو ولا نقضيو على هذا الامر هذا. يعني اذا اليوم احنا كاولياء على بالنا بهذا الشيء، اليوم ما كاينش اللي ما يعرفش لانه راه حصص كثيره في التلفزيون في الراديو في الجرائد الناس تتكلم والناس بدا تفهم، ولكن يقول لك كيف نقدر نطبق. احنا نبداو نطبقوا، انا نقول نبداو بولادنا
ربما ولادنا تعودنا على السهل تدريجيا، نتعود على الصعب تدريجيا. اذا سمها كاين عمل، كاين عمل، ودائما نحب نمد الامثله. يعني كاين بعض الناس اللي لغاو القهوه حليب في البيت، لغاو الجيو الغازوز، لغاو كل ما هو مضر. يعني قرار شجاع كما هذاك اللي يدخن 20 سنه ويدخن، ما عاد لازم يقول لك ناخذ قرار نحبس الدخان. اذا لو كان واحد يحبس الدخان يقدر يحبس الغازوز والجيو لولادو ما بيد مازالهم صغار، ما نخدمش حتى وين يكبروا ومن بعد نقولوا ما قدرنا لهمش. وانا عارف كاين بعض الناس راهي تقول وراء الشاشه، ولكن اليوم الغلاء والخضره والفاكهه، نجاوب بكل صراحه، لما نختار الخضر والفواكه نتاع الفصل اللي نكونوا فيه ما راهيش غاليه كثير. ما نقعدوش نحبطوا في المعنويات نتاعنا ونقولوا غاليه غاليه. اليوم التشينا والمندرين راهي كاينه ما بين 50 دينار تاع العصير، حتى المندرين تاع 150 170 دينار. هذه راهي وكيلو تاع المندرين راهي يوكل عائله تاع خمس افراد لمده يومين، يعني ماهوش كثير. لما نقارن واش انا نستهلكوا في الهاتف النقال، واش نستهلكوا في التلفاز، واش نستهلكوا في الكهرباء، واش نبذلوا في الماء اللي هم يدخلوا الدخان مثلا. باكي تاع الدخان راهو يدير 80 ميزانيه. لما انا شخصيا كل ما نروح نشري هذه الامور هذه وتبان لي بزاف، نقول صح عليكم جيت انا نتكيف دخان، انا شريتها كاع دخان. يعني قفة فيها 3 4 كيلو خضره وشويه فاكهه ما طحليش قد باكيت تاع الدخان. اذا هذو هما الافكار اللي تخلينا انه نبنيو في نفوسنا ومع نفوسنا مع اولادنا ثقافه استهلاكيه صحيحه. وما ننساوش الرياضه. الرياضه اليوم كثير من الناس يقولوا لك يعني ما كاش قاعه رياضه، ما عندناش المنشات، ما عندناش. وحنا كنا في زمان كي بدينا الجمعيه نظمنا واحد الفيستيفال يعني مهرجان للرياضه بدون منشات، يعني خرجنا عدد فيه 1500 طفل في البريه. خرجنا برا تقدروا تعرفوا تجري. انت عندك الفيلو امشي به وين بغيت، تقدر تصوتي في الشجره صوتي، يعني كل واحد يدير واش يبغي. وجبنا الاولياء باه يشوفوا بليك ولا تخمر على صحه وليدك، وراك تستنى حتى البلديه يبنوا لك المسبح، يبنوا لك قاعه الرياضه، يعني معناتها وليدك هو كبر وما نعرفوا لا يكون هذاك الشيء. اذا من اليوم نحركوا اولادنا، نمشوهم، نعطوهم وقت مثلا، الوقت اللي باش نقعدوا حنا نتفرجوا في كره مقابله كره القدم، ندوا اولادنا نلعبوا معاهم شويه ونعلموا لهم هذه الثقافه. جميل جدا. سؤال ربما راح يفاجئك، نقدروا نديروا العرس بلا غازوز؟ نعم اكيد. هذا سؤال فخ استاذ قال لي ابو ماضي وشوشت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر، ايضا وشوشت لي زملائي وقالوا لي بان اليوم ابنتك عرسها وفرحها وعرسها، وكلفوني ان اقدم لك التهنئه القلبيه لجميع الطاقم. تهانينا القلبيه ان شاء الله بالصحه. والله ان شاء الله ربي يسعدها وان شاء الله ربي ينجح الزواج هذا. الزواج هو راه مشروع لبناء عائله، لبناء بيت وبناء اجيال. يعني نعم في اليوم نعم الزوج كيتزوجوا راح يجيبوا ان شاء الله يا ربي اولاد، والاولاد يجيبوا الاولاد، يجيبوا الاولاد، راح يجيبوا لي يعني ان شاء الله يا رب اجيال. وان شاء الله ثاني ربي يزوج كامل البنات اللي لحقوا الزواج ان شاء الله، ويزوج كامل الشباب اللي لحقوا الزواج ويعطيهم الشجاعه باش يتزوجوا، ويسعد كامل يعني كامل يتزوجوا كانوا جزائريين وغير جزائريين. حنا نطلبوا السعاده تكون في العالم كله يعني. دينهم ان شاء الله الصحه والهنا عليهم. نشكركم يعطيك الصحه. وكيف غازوز المكان؟ والله درت لهم شويه لانه غلبوني العائله، قال لك دير شويه غازوز كل خوني فيها، ولكن غير شويه برك. وفق استاذ سعدنا كثيرا بلقائك في هذه الصباح، نلتقي في مرات اخرى ان شاء الله رب العالمين. ننتقل اعزائنا المشاهدين الى فقره اخرى قاره من في برنامج ضحى فصاحه ابن عباس. اهلا وسهلا بكم. فصاحه ابن عباس.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. صدق الله العظيم. قال ابن الأزرق: يا ابن عباس، أخبرني عن قوله تعالى جدد. قال ابن عباس: جدد طرائق. قال ابن الأزرق: وهل كانت العرب تعرف ذلك؟ قال ابن عباس: نعم. أما سمعت بقول الشاعر: قد غادر النسع في صفحاتها جددا كأنها طرق لاحت على أكمي. فصاحة ابن عباس. جددا قلنا أن ضحى هو توقيت أو مدة زمنية من زمان نهار اليوم، وتقع في الجزء الثاني من النهار، وهي فترة تصح فيها العبادات، تصح فيها الصلوات، ويقال أنها صلاة الأوابين، أوابين يعني التائبين. ولأن موضوع همس القلوب في هذه الصبيحة هو التوبة، نلقاكم مع الشيخ عيسى بوخدوني بعد الفاصل. مرحبا بك شيخ، اهلا وسهلا. اهلا بك استاذه. نتناول اليوم التوبه ان شاء الله تعالى. ما اجمله مصطلح، ونعلم ان الله يقبل توبه الجميع. امين. فلنباشر بالتوبه. نعم ان شاء الله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. لازلنا مع همسه القلوب، واليوم همسه من همسات الربانيه وهي التوبه، والله تعالى من اسمائه التواب، فهو يحب التائبين. والله تعالى ذكر التوبة في القرآن أكثر من 87 مرة، وغالب الآيات تأمرنا بالتوبة. والله تبارك وتعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلق الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة بالتوبة، والتوبة هي الرجوع إلى الله تعالى، وقيل هي الندم. وجاءت في القرآن بصيغ مختلفة، منها الرحمة، منها الرجوع، منها الإنابة، منها الأوبة. وقد وصف الله تعالى أنبياءه بأنهم كانوا أوابين، كانوا تائبين، كانوا رجاعين لله تعالى. فالإنسان في حياته الدنيا يعتريه الذنوب وتعتريه المعاصي والكبائر، فيحتاج إلى التوبة إلى الله عز وجل، لأنه عبد فقير محتاج إلى ربه. فكل إنسان يفر مما يخافه إلى الله عز وجل، فإنه يفر إليه. وقد وردت آيات كثيرة تحثنا على التوبة. والله تعالى قال في سورة غافر: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. بل حتى الملائكة تدعو للمسلمين أن يغفر الله لهم. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله سبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فالآية في ذلك كثيرة. وهناك أيضا سورة بأكملها هي سورة سورة التوبة. الله سبحانه عز وجل يقول بأنهم تابوا. وقال: إن الذين تابوا وقالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم. من شروط قبول التوبة هي الندم والاستقامة. نندم عما فات، ونستقيم بإذن الله فيما يأتي. صحيح. والتوبة كذلك لها شروط حتى يقبلها الله تبارك وتعالى. من بين هذه الشروط أن تكون هذه التوبة خالصة لله عز وجل، لا تكون لأحد غيره. كذلك الندم، أن يندم الإنسان على المعصية التي اقترفها، وكذلك أن يقلع على الفور
على تلك المعصية لأنه معرض إلى الموت، وكذلك أن يعزم أن لا يعود إلى تلك المعصية عدم الرجوع. وقد ذكر العلامة أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين أن التوبة هي قول وحال وعمل، فالقول لابد الإنسان أن يقول بلسانه التوبة، تبت. نعم تبت إلى والتوبة الله. لا تكفي باللسان، لابد أن يصدقها القلب كذلك. وكذلك الحال وهو الندم والانكسار بين يدي الله عز وجل، والفعل ألا يعود بجوارحه إلى تلك المعصية. وسيد المرسلين وسيد التائبين نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلابد للإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل في كل لحظة، لأنه إنسان يحتاج إلى خالقه ليمحو عنه سيئاته. الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابي: أتبع الحسنة السيئة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فكلما أحدث الإنسان ذنبا أو معصية لابد أن يحدث توبة ورجوعا إلى الله تبارك وتعالى حتى يذهب تلك الحسنات. وللتوبة كذلك نعم أنعمها الله تعالى على عباده، أنه الله تبارك وتعالى يفرح بتوبة عباده، والله تعالى يحبه. فأنا أبشر كل التائبين أن الله تعالى قد فرح بتوبتهم، وأن الله تعالى يحب توبتهم، لأن تلك التوبة تدخله الجنة، والله تعالى يحب لعباده أن يدخلوا الجنة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يقرب لنا فهم محبة الله عز وجل وفرحه بعباده، كالحديث الذي ذهب في راحلته في الصحراء ثم فقد راحلته فيها زاد وطعام. يعني يتصور سادة المشاهدين مثلا إنسان يروح في الصحراء ويضيع الإبل أو المركبة فيها كل الزاد وفيها الأكل والطعام، لا شك أنه سيوقن الموت. ثم فجأة يجد هذه الدابة، من شدة فرحه قال كلمة أخطأ فيها، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فأخطأ من شدة فرح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرفون هذا الفرح؟ لله أشد فرحا من هذا بتوبة عباده. الله تعالى يفرح بتوبة عباده، فما على الإنسان إلا أن يبادر دائما إلى التوبة. والتوبة نعمة من نعم الله عز وجل أعطاها لنا ليمحو بها الذنوب ويرفع بها الدرجات. والله تعالى جعل التوبة حلاوة يجدها الإنسان في قلبه، فيشعر بتلك اللذة التي لا نستطيع وصفها. يعني هي حلاوة الإيمان، لما يتوب الإنسان وينكسر بين يدي الله عز وجل، الله تعالى يطعمه تلك الحلاوة، حلاوة الإيمان. لا أدري شيخ إذا كان المثال يطابق نوعا ما، لأنه عادة عندما يتخاصم فرد مع فرد هناك قطيع، وحين يرجعان فهناك فرح أكيد وتواصل في الحياة أكيد. وأشياء جميلة، ربما هذه الحلاوة تكون مقدارها مضاعف آلاف المرات حينما يتوب المرء إلى ربه. صحيح. لأن صحيح. رحمة ربي أكبر من كل شيء. صحيح. وهنا أستاذ أشرت إلى الحقوق التي تكون بين العبد وأخيه، فالتوبة تكون إلى الله عز وجل وكذلك للناس. فمن شروط التوبة في حق الله عز وجل الندم والعزيمة، وكما ذكرت في شرط التوبة، كذلك في حقوق الإنسان من شروط التوبة أن تعاد المظالم إلى أصحابها. فإن كان اغتابه فلا بد أن يتوب من هذه الغيبة. هذه تدخل في الإقلاع؟ نعم تعود في الإقلاع. نعم. يذهب. نعم. إما يذهب إليه ويعتذر منه ويقول أنا اغتبتك، فإن يعني وجد مشكلة في ذلك فعليه أن لا يذهب إليه، لكن يكثر له من الاستغفار والدعاء له. وإذا كان مالا لابد أن يرده إليه، وإذا كان هذا الذي كان له دينا عليه وتوفي فعليه أن يأخذ هذا المال إلى ورثته، وإذا لم يجد ورثته لابد له أن يتصدق بذلك المال حتى يأتي يوم القيامة بحجة لله تبارك وتعالى حتى يعفو عنه ويصفح عنه. فهناك حقوق لله تبارك وتعالى وهناك حقوق للبشر، فكذلك التوبة لابد
أن يأتي الإنسان حق الله عز وجل فيها وحق الناس كذلك فيها. فالتوبة هي كما قلت هي نهر يغتسل فيه الإنسان ويطهر فيه ذنوبه. فالله تعالى من نعمه على التائب أن يبدل الله تعالى سيئاته حسنات، هذه أعظم منا من الله عز وجل، أن يبدل هذه السيئات حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذه نعمة عظيمة، فليبادر المسلم دائما إلى التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى خالقه بالانكسار والاعتراف، وكذلك البكاء، البكاء والانكسار، تلك الدمعة التي تسيل توبة لله عز وجل تمحو كثير من الذنوب والخطايا والمعاصي. لهذا كان يقول أحد الشعراء، يقول: يا من اعتدى، يا من عصى واعتدى ثم اقترف ثم استحى ثم انتهى ثم اعترف، أبشر بقوله تعالى: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أعد شيخ. يا من، يا من عصى ثم اعتدى ثم اقترف ثم استحى ثم انتهى ثم اعترف، أبشر بقول الله تعالى: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذن هي ثلاث أشياء. نعم. سيئة قابلتها أشياء، ثلاث كثير. أشياء جميلة تقربنا من الله سبحانه. نعم صحيح. وتجعله يقبل توبتنا. نعم، الله تعالى. نعم. يقبل توبة عباده. نعم. نعم. ولهذا الله تعالى وصف التائبين بأعلى منزلة وهي منزلة العبودية. فالله تعالى لما يريد أن يرفع من مكانة الإنسان يصفه بالعبودية. قال الله تعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده، فوصفه بالعبودية. وهنا يخاطب الله تعالى أهل المعاصي وأهل الذنوب بالعبودية، فيقول: يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكلمة جميعا أي جميع الذنوب. فالتوبة من الكفر إلى الإيمان، والتوبة من الكبائر إلى التوبة، والتوبة من الذنوب الصغائر بالاستغفار. فهناك توبة من الكبائر درجات. نعم، وهناك توبة من المعاصي الصغيرة. فهذه تحتاج إلى الاستغفار، وتحتاج إلى الكثرة ذكر الله عز وجل. فالله تعالى يجعل تلك الحسنات بدل تلك السيئات. وإذا أخلص الإنسان في توبته وتاب توبة نصوحة، لابد أن يعجل بالتوبة. نعم. لأن التوبة لا تقبل في إذا ثلاث حالات جاء. نعم، وقت خروج الروح أو عند خروج الشمس من مغربها، فهنا لا تقبل التوبة. ففرعون لما أدركه الغرق وأيقن الهلاك. نعم. قال: آمنت. فقال الله تعالى: الآن وقد عصيت قبل. نعم. فلم يقبل الله تبارك وتعالى توبته. والإنسان يعيش في هذه الدنيا مدة قصيرة، فعليه أن يسارع إلى التوبة. الذي يقول عندما يشارف على الموت يقول: إني تبت الآن. نعم. تقبل التوبة. نعم، إذا تاب، لكن إذا كان في متعلق حق الله عز وجل فالله تعالى يعفو عنه. أما إذا كان في حق الإنسان فلا بد أن يرجع تلك المظالم ورثته أو سيحاسب عنها يوم القيامة. نعم. فالإنسان يحتاج دائما إلى كثرة التوبة. وجاء رجل إلى الحسين بن علي رضي الله عنه وقال له: إني أشكو مرضا. فقال له الحسين: أنا لست طبيبا. قال: أنا لم أتي أسألك مرض حسي مثلا. قال له: إنما جئت أشتكي أني كلما تبت عدت إلى الذنب، فكيف أفعل؟ وهذا كثير من الناس يسألون هذا السؤال، يقول لك: أنا نتوب نعود نرجع، نتوب نعود نرجع إلى المعصية. فقال له: إن استطعت أن تخرج من ملكه فافعل. قال: هذه صعبة. مستحيل. مستحيل. نعم. قال: طيب، إذا الأولى ما تقدر لهاش. طيب الثانية. قال: إن استطعت أن لا تأكل من رزقه فافعل. قالوا: هذه أشد من الأولى. فقال له: إن استطعت أن لا يراك الله تعالى في المكان الذي تعصيه فافعل. أعصيه دون أن يراك. قال: لا أستطيع. قال: إذن إذا جاءك ملك الموت فقل له: دعني وقت حتى أتوب. قال: هذه لا أستطيع. قال: أو إذا قدمت على الله عز وجل فقل: أنا لم أفعل الذنب. قال: هذه أشد. قال: خلاص بريت. أعطاه دواء مباشرة. يعني الإنسان دائما يجعل الله تعالى أنه يراقبه، وكلما وقع في معصية فليتذكر أن الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سمع أحد ينشد
كلاما قال: إذا خلوت يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة أو ما تخفي عنه يغيب. الله تعالى لا يغيب عنه شيء، يعني حتى ولو دخلت مكانا مظلما فهو الذي خلق الظلام. فإذا استحى الإنسان من ربه وخشيه وخافه لابد أكيد سيتوب ويكثر من التوبة، لأنه يخاف الله تبارك وتعالى. فلابد على السادة المشاهدين، خاصة نحن في يوم الجمعة، أن يكثر الإنسان من الاستغفار والتوبة، وأن يعزم أن يتوب ولا يرجع إلى الذنب. فالله تعالى يحب توبته ويفرح بتوبته، فالله تعالى من أسمائه التواب. فالإنسان كلما تاب كلما الله تعالى غفر له ذلك الذنب ورفع درجاته في الدنيا وفي الآخرة. نعم نعم، شكرا شيخ. في الحقيقة هو موضوع واسع ويستحق الحديث فيه الكثير من المرات. صحيح. ليس مرة واحدة، ونحن دائما نحاول أن نتحدث في هذه المواضيع رغبة منا في التنبيه في التذكير. صحيح. لأن رب سبحانه عز وجل يأمرنا. صحيح. بذلك من خلال كل أعمالنا. صحيح. ليس فقط. صحيح. من خلال التلفزيون أو من خلال. صحيح. الوسائل الإعلامية، في حياتنا اليومية، في تصرفاتنا أيضا. صحيح. يجب أن نذكر أو نذكر أو نذكر بمثل هذه الأشياء في كل وقت. نعم. لأننا رسالتنا هي أن نحاول أن نبعد الأشخاص عن المعصية. نعم. والشيوخ أيضا والأئمة لهم دور كبير. أكيد. في مثل هذا. نعلم أو نرى أنه في بعض الأحيان تكون فيها توبات علنية مثلا، أو توبات لأشخاص يحب أن يفعلها علنا أمام الجماعة، أمام شيخ المسجد. كيف نثمنها؟ هذه حدثت حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام أتى إليها رجل وقد يعني شيخ كبير، انحنى ظهره وشاب رأسه، فقال: يا رسول الله، إني ما تركت من حاجة ولا داجة من المعاصي إلا وأتيتها، أيغفر الله لي؟ هذا قدام الناس قال هكذا. نعم، علنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: هل أسلمت؟ قال: نعم. قال: إذن أتبع الحسنة السيئة يغفر الله لك تلك السيئات كلها ويبدلها لك حسنات. قال: الله أكبر، يغفر لي كل شيء؟ قال: نعم، يغفر لك كل شيء. فصار يكبر: الله أكبر الله أكبر، وخرج من المسجد فطريقه بقى يكمل الله أكبر من شدتي. وقال: غدراتي وفجراتي يا رسول الله. قال: يغفرها الله لك. فغفر الله له. فالإنسان يعني إذا أشهر توبته أمام الناس كالكفار الذين يسلمون. نعم. في المساجد موجود. كذلك موجود. هذه. نعم. الحمد لله في ربوع مساجدنا في الجزائر، الحمد لله كل يوم نشهد إقبال كثير على الإسلام، وهذا هو دليل. مشهد مؤثر. نعم. جدا. نعم، مؤثر جدا. ويعني لا أصل أن أصف تلك المشاهد، يعني تشوف واحد إنسان عاش حياته كلها في الكفر، ثم لما يدخل الإسلام تجده يسمح في كلش، ويعني سبحان الله مجرد أن يقول لا إله إلا الله تلقاه يبدأ يبكي، حس هذيك قيمتها وقيمة لا إله إلا الله. اسمح لي شيخ، في هذه الحالة نسميها توبة أو إسلاما؟ توبة وإسلام، لأن من ألفاظ الإسلام الاستسلام. والإسلام كذلك التائب يستسلم لله عز وجل، فرجوعه إلى الله عز وجل واستسلامه لله عز وجل توبة. والإسلام التوبة لها معاني كثيرة، تدخل في الإسلام، تدخل في الإيمان، تدخل في الإخلاص. ونحن كنا تكلمنا عن الإخلاص حتى ربطنا الموضوع، يعني التوبة تحتاج إلى الإخلاص. والإخلاص هو يكون نية أولا. نية. نعم. لابد من تبدأ بالنية. كل الأعمال الصالحات والأعمال. نعم. تبدأ بالنية. لابد من النية. نعم. نعم. يعني الإنسان دائما، قلت أنا لأننا ضعفاء معرضون للذنوب والخطايا، فإذا أراد الإنسان أن يلقى الله عز وجل وليس عليه شيء من الذنوب، فعليه أن يتبع الحسنة السيئة. إذا وقعت في أعراض الناس تب إلى الله عز وجل، إذا شتمت الناس تب إلى الله عز وجل وتحلل من أعراضهم، تحلل من شتمهم، وكذلك في حق الله عز وجل. الله تعالى فتح لك باب الحياة كلها للتوبة. فهذه فرصة للإنسان أن يتوب لله عز وجل في كل لحظاته وكل سكنات، ونتناصح فيما بيننا في التوبة في البيت، في المسجد، في المجتمع. يعني الإنسان دائما يذكر إخوانه بالتوبة إلى الله عز وجل، حتى الله تعالى يرفع درجاته
في جنات النعيم إن شاء الله تعالى. يا ربي نتحدث عن تائب مسلم قد قصر في حقوقه واجباته تجاه الله سبحانه عز وجل، كيف يكون بعد التوبة؟ الذي قصر في حق الله عز وجل ثم تاب، بعض العلماء يقولون مثلا إنسان يفعل ذنوب وتاب من بعض الذنوب وترك بعض الذنوب، هل تقبل توبته أو لابد أن يتوب من الذنوب جميعا؟ فالقول الصحيح هو أن الله تعالى يتوب على تلك المعصية التي يفعلها. نعم. والله تعالى قال في الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا، فالإنسان كلما رجع إلى الله عز وجل بصدق بشرط أن يحقق الإخلاص في توبته لله عز وجل ويكون صادقا وينكسر بين يدي الله عز وجل ويندم على تلك الأفعال ويعزم أن لا يعود عليها، يمحو الله تعالى تلك السيئات كلها ويبدلها حسنات ويجازيه في الدنيا نعيم لذة الإيمان وكذلك يوم القيامة بالجنان. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا يا رب العالمين. نعم. الإنسان لا بد أن يكثر من التوبة والاستغفار حتى يغفر الله تعالى جميعا لنا. شكرا. الله تعالى أن يتوب علينا وأن يرحمنا ويعفو عنا ويغفر لنا. في الحقيقة الشيخ يجب أن نعود إلى هذا الموضوع في كل مرة. نشكر كل زملائنا العاملين معنا في هذه الصبيحة من هنا في البلاطو، وأيضا من مخرج سيد أحمد، أيضا جميلنا حسن، زميلاتنا دليلة مولايز، أيضا الزملاء محمد مراد، كلهم القائمة طويلة، وسأحاول أن أتذكر حسنا في البلاطو وزملائنا، وسأحاول أن أتذكر القائمة في المرة القادمة. إلى اللقاء أعزائنا المشاهدين، شكراً.